الله يعمر الله يعمر هضره تنعرفوه فوق من 9 سنين هو هنايا ودابا خوتو فاش جاو مستخفين ودخلوا عليه وقتلوه وخرجوا هادشي اللي كاين ما هو سبب هو سبب هو الورد راه عنده فلوس وشاري بهم طلعوه هبط شاري له الدار وشاري هو وكان في طاليان خدام قديم في طاليان قديم هو في طاليان ومني جابوا يقبغى حقه ما لقاهاش هو يولي جرى عليهم من الدار ولات ست ولاد الدار قاعد فيها حتى جاو دابا اتفقوا عليه وقتلوه هادشي اللي واش كنتو تتوقعوا انتما كاع لا لا ما تنتوقعوش هاد الواقع كاع ما عمرنا سمعنا شي واحد يقتل خوه ولا يقتل خوتو ما عمرنا سمعنا هادشي كيف كيف كانت علاقته ما بين خوتو وما ما هباش جا من طاليان جرى عليهم كان مغايب عليهم فوق مده سنوات ولكن فاش جا جرى عليهم جا لقى باه ميت وقال لهم ندخلوا معاك في الورد ديالنا ولا شي واحد هادشي اللي كاين اخويا خويا واحد الجريمه وقعت عندنا نهار السبت وقعت كنا قاعدين حنا ما فرسنا والو حتى قال لك خوتو قتلوه بجوج جا ضربو الاول ومشى غاب عليه يومين رجع بيه يشوف واش باقي عايش جا لقاه ميت دور الاخ ديالو قال له عاوتاني راه خونا راه مات الاكبر اجيو نشوفو كيفاش نديرو ليه ومنين جا هو وياه جابوا البالا وجابوا الفاس جاوا بالليل هاد الشيء هذا وردموه ردموه وقالت له المسائل ديالو تقريبا شي شهر هو مردوم السيد في البيت وهما عاديين تيخرجوا ويدخلوا ما تاش فيهم شي واحد حتى جات الاخت ديالهم على برا من الميريكان كبيره ديالهم تطور اخوها لقاتو ما تيجاوبش جات بطل عليها في الدار جات دخلت للدار لقات التمايات لقى شويه التم وهذا يتبلغ للبوليس ملي جاو البوليس لقاو هذيك الطبعه مجلج وداك الشيء شكوا البوليس بالله راه كاينه الجريمه تما قلبوا لقاو السيد موفي واش اللي عطى الله ما كانش لكم شي ريحه ما كدوزش لا الريحه كانت كانت ولكن ما عرفناش ما عندنا الدستور حنا رايبين هنا بزيد حتى تكون مشى ميتين تيكون هذاك الشيء باش بنادم ما شكش هذا السيد هذا الله يرحمه مسكين اللي كان هنايا كان الله يعمر هذا اللي تنعرفوا عليه ساكن بوحدو هو وقع عليه شي مشاكل مع خوتو داكشي بيناتهم الله تعالى ويعلم المهم واحد الايام تخبر السيد ما بقاش يبان جاو خوتو داروا داكشي اللي بغا يديروا حنا ما على بالنا حنا حتى شي حاجه تنسمعوا السيد مات 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 خرجنا تما جايه اختو وقفنا معاه هنا بغا تحل الدار ما عندهاش كيتير دورات للمخزن جا هو اللي حل الدار دخلوا جابوا الكلاب شمشموا هذاك الشيء عرفوا بان جيو حتى كاينه تما مدفونه وصافي اخويا هذا الشيء اللي عطى الله وهذا الشيء اللي عرفنا حنا ضروري من الريحه خارجه صاحبي من الشقه تاع التفاه بغيتي تمشي بغيتي دابا بغيتي تشم دابا ولا دابا لك الريحه كاينه